أعلنت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عن فخرها باستئناف رحلاتها المباشرة من وإلى المملكة العربية السعودية، بدءًا بمدينة جدة في 27 من سبتمبر الجاري، مع عزمها استئناف رحلاتها إلى المزيد من وجهاتها السعودية قريباً. وباستئناف رحلاتها إلى جدة تكون الناقلة قد عاودت الطيران إلى ما يقارب 40% من وجهات شبكتها الأصلية، وكونها إحدى شركات. الطيران القليله التي وصلت عملياتها التجاريه تستمر طيران الخليج في العمل عن كثب مع السلطات الحكوميه في مختلف وجهات شبكاتها لاستئناف عملياتها بمجرد فتح المطارات في تلك الوجهات